بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعداد، إن شاء الله النهاردة معنا يونت 4 لسن 5 6 7 أو الدرس الخامس والسادس والسابع في الوحدة الرابعة من كتاب بيت باي بيت. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للجزء الخاص بالكلمات، الكلمات معنا جيمينستكس اللي هي رياضة الجمباز، جيمينستكس رياضة الجمباز، جيمينستكس ديسليكسيا اللي هي صعوبة القراءة والتهجي، ديسليكسيا ريزالتس اللي هي نتائج، ريزالتس هيوج يعني ضخم، هيوج يعني ضخم، نايزي يعني صاخب، نايزي، ويند سيرفينج يعني التزحلق على الماء بواسطة الريح، التزلج على الماء بواسطة الريح، ويند سيرفينج، achieve يعني ينجز أو يحقق، achieve، discover يعني يكتشف، discover، volunteer يعني يتطوع أو متطوع، volunteer، ويند سيرف كverb فعل ينزلج على الماء بواسطة الريح، ويند سيرف. أجين الكلمات جيمينستكس ديسليكسيا ريزالتس هيوج نايزي ويند سيرفينج achieve discover volunteer ويند سيرف يعني ينزلج على الماء. بالنسبة لباقي الكلمات الموجودة في الدرس، storm يعني عاصفة، storm، brain اللي هو المخ، brain، surprised يعني مندهش، surprised feeling surprised يعني بيشعر بالاندهاش، art اللي هو الفن أو الرسم، art، artist يعني فنان أو رسام، artist، charity home يعني بيت خيري، charity home، timeline يعني خط زمني، timeline، scientist يعني عالم، scientist، exciting يعني مثير، exciting، nearby يعني قريب، nearby، swimming pool يعني حمام سباحة، swimming pool، wind يعني الرياح، windy يعني شديد الرياح، suddenly يعني فجأة، suddenly scared يعني خائف أو مرعوب، scared، space يعني فضاء، spell يعني يتهجى، spell، train يعني يتدرب أو يدرب، train، paint يعني يرسم بالألوان، paint، decide يعني يقرر، decide، again، storm، brain، surprised، art، artist، charity home، timeline، scientist، exciting, nearby، swimming pool، wind، windy، suddenly، scared، space، spell، train، paint، and decide. طبعا هنا بالنسبة للmeaning for words يعني تعريفات كده لبعض الكلمات، discover يعني يكتشف، means to find out some new information about something، to find out يعني يجد أو يكتشف، some new information معلومات جديدة أو بعض المعلومات الجديدة about something عن شيء، dyslexia يعني اللي هي صعوبة القراءة والتهجي، a learning difference that some people are born with which means that they find it difficult to read or write، a learning difference يعني اختلاف في التعلم، that some people بعض الناس are born with which means يعني بيولدوا بيها، وذلك يعني that they find it difficult بيجدوا صعوبة to read or write في الكتابة أو القراءة، results النتائج، this tells you how you have done in an exam، this tells you ده بيخبرك، you have done in an exam يعني ماذا فعلت في الامتحان، volunteer يعني يتطوع، to offer to do something without expecting any reward، to offer يعني يعرض، to do something إنه يفعل شيء without expecting بدون توقع any reward
أي مكافأة. Achieve يعني ينجز. Succeed in doing something good or that you want to do. Succeed يعني ينجح. In doing something في فعل شيء. Good كويس or that you want to do أو إن أنت تريد تفعله. بالنسبة لأهم الإكسبريشنز عندنا fill tell a story. Tell a story يعني يحكي قصة. Tell a story. Do a sport. Do a sport يمارس رياضة. Do a sport. Hurt her leg تصاب ساقها. Hurt her leg. Find difficult يجد صعوبة. Find difficult. Have dyslexia. Have dyslexia يعني يعاني من عسر الكتابة. Take an exam يعني يمتحن. Take an exam. Get a prize يحصل على جائزة. Get a prize. Get help يعني ينال المساعدة. Get help. Go swimming. Go swimming بالنسبة للpropositions أو للexpressions برضو. Go swimming يعني يذهب أو يسبح. Take back يعني بعيدا. Take back يأخذه بعيدا. Enjoy بجوار الverb في ing. Part of يعني جزء من. Part of. Proud of فخور بي. In terrible يبقى كلمة terrible بيجي مع حرف الجر in. In terrible. Far from. Far from يعني بعيدا عن. Far from. Volunteer at a charity. Volunteer at a charity يعني يتطوع في جمعية خيرية. Volunteer at a charity. Get good results. Get good results يعني يحصل على نتائج جيدة. Get good results. وget help قلنا ينال المساعدة. بالنسبة لdifference differences في عندنا draw يعني يرسم بالرصاص أو بالفحم اسمه draw. أما paint معناه يلون بالألوان. draw يرسم أما paint يلون. gymnastics اللي هي رياضة الجمباز. gymnastics الرياضة نفسها. gymnastics أما gymnasium صالة للألعاب الرياضية. gymnasium اللي هي the place to play in it يعني صالة للألعاب الرياضية بنسميها gymnasium. heart يعني يصيب أو يؤذي. عندنا heart برضه اللي هو القلب. تيست اختبار. اكزام امتحان نهائي. يبقى تيست ده اختبار عادي اما اكزام ده الامتحان النهائي. سبيل يعني يتهجأ اس بي اي دبل ال اما سبيل اس بي اي دبل ال اللي هو يسكب يعني يصب الشيء يعني. ديسكوفر يعني يكتشف شيء موجود اصلا بس بيكتشف هو اصلا موجود. ذس از ديسكوفر ولكن هنا عمليه اكتشافه. اما انفنت يخترع شيء لم يكن موجود يخترع انفنت. بالنسبة لتصرفات الأفعال عندنا understand understood understood understand understood understood feel felt felt feel felt felt drew drew drawn drew drew drawn speak spoke spoken speak spoke spoken language units عندنا ناخد بالنا how adjective how بيجي وراها الadjective how fast does نهلة speak how fast يعني كم سرعة نهلة في أو مدى سرعتها في القراءة. how easy how easy كم سهولة. how easy is it for you to understand نهلة. how easy يعني كم سهولة. how easy بالنسبة عندنا برضو adverbs of degrees يعني ظروف اللي هو الدرجات أو نسبها. في عندنا quiet إلى حد ما. very يعني جدا. to يعني للغاية. not to يعني ليس بشكل جيد مع الadjective. نهلة speaks very fast يعني سريع جدا. not too fast يعني ليس سريع. she writes not too fast لا تكتب بسرعة. quite fast إلى حد ما سريعة. it's very يبقى عندنا بالنسبة لظروف التكرار عندنا quite لحد إلى حد ما. quite. very معناه جدا. too معناه للغاية. not good not too ليس بشكل كبير. بالنسبة للديفرنس برضو معانا الفرق ما بين الفعل feel وفول وفيل وفيل. feel يعني يشعر. feel felt felt. fall يعني يقع. feel fall feel fall feel fallen fall feel fallen طبعا يقع أو يسقط. fail يعني يفشل. fail felt ده فعل منتظم. fail felt felt هنضيف له اي دي. fell f i double l يملأ اف برضه فعل منتظم. يبقى الاول والتاني شواذ والتالت والرابع دول افعال منتظمه.
ولكن الأول معناه يشعر، الثاني معناه يقع، الثالث fail معناه يرسب، طبعا عكس succeed. Number four fail معناه يملأ. For example you will feel better after you take that medicine، تشعر بتحسن لما تاخد هذا العلاج. يبقى هنا feel felt felt. أما fall feel fallen يقع أو يسقط. أمل fell and hurt her leg، أمل fell يعني وقعت وجرحت أو أصابت قدمها. أما fail قلنا يفشل أو يرسب عكس succeed. Although she is very clever، بالرغم أن هي شاطرة جدا، she failed to come first، فشلت في أنها تطلع الأولى. هنا fail وقلنا فعل منتظم هضيف له إيدي، fail برضو منتظم يملأ. Could you fill the bottle with water please، تملأ الزجاجة بالماء لو سمحت، تملأ الزجاجة بالماء. برضو ناخد بالنا من sequence expressions يعني ألفاظ أو كلمات للترتيب. لما أجي أحكي قصة بقول لك first أولا، then ثانيا، after that بعد ذلك، later لاحقا، الآن now. فطبعا دي expressions بناخدها في سرد قصة. when عندما، when I was young for example لما كنت صغير، later يعني لاحقا، then ثم، now الآن، after that. طيب عندنا like وعندنا would like. like لوحدها كده بجوار الفيرب في ing او to plus infinitive. مرة تانية الفعل like لإما يجي وراء الفيرب في ing او النون او to plus infinitive. زي بالظبط مين افعال بتتساوى مع like كده في نفس الجزئية دي، عندنا like وعندنا برضو love يعني يحب، وعندنا برضو prefer، وعندنا برضو hate. الأفعال المجموعة الأفعال اللي معانا سواء love يعني يحب، love يعني يحب، prefer يعني يفضل، hate يعني يكره. الأربع أفعال دول بيتفقوا في الجزئية اللي احنا بنتكلم عنها، سواء like أو love أو prefer أو hate بيجي وراهم to plus infinitive أو الverb plus ing. أما أقول I like sports كاسم، أو I like doing sports كفعل عندنا في ing، أو I like to do sports، يبقى الفيرب في ing صح او to plus infinitive صح. ولكن لو دخول would على هذه الافعال الخمسة سواء like سواء love سواء prefer او hate بيجي معهم to plus infinitive فقط، يبقى احنا عندنا ing او to، ولكن دخول would بيجيب لنا معهم to plus infinitive فقط. I'd like او I'd want to be an artist one day. I'd like or I want to I want to please، يبقى لإما to plus infinitive او النون. عندنا job work، طبعا كلمة job معناها وظيفة يعني وظيفة، وجمعها jobs وظائف يعني ايه عامل مفرد او جمع. teaching deaf students is a hard job يعني وظيفة صعبة. ولكن work كلمة لا تجمع، اسم لا يعد، امتى تنجمع؟ مع الاعمال الهندسية والادبية والفنية. توم pretended to enjoy this his work. his work طبعا هنا اسم لا يعد ولا يسبق بايه او ان. مولك I have hard work يعني أنا عندي عمل صعب، ولكن hard تجمع في ثلاث حالات قلنا مع الأعمال الأدبية art art works engineering works أو literature works. art works أعمال فنية، engineering works أعمال هندسية، literature works أعمال أدبية. هنا work تجمع ولكن مع أي كلمة تانية فهي لا تعد لأنها هنا uncountable noun. بالنسبة لproud بيجي معاها of والverb فيه ing أو النون. I am proud of my father for example. I am proud of winning a prize. أنا فزت بالجائزة. proud to بيجي مع الinfinitive وبرضو معناه فخور. I am proud to work for that hurt. I am proud to be Egyptian. أنا فخور أن أنا أكوني مصري. alone يعني بمفرده يعني الواحد واحد بس. أقول لك have you done his the homework alone. ندى هل أنت عملت الواجب لوحدك يا ندى؟ alone يعني بمفرده، ولكن lonely يشعر بالوحدة يعني ممكن يكون عايش مع أسرته بس بيشعر بالعزلة أو الانعزال عنهم. because I am new in the school I feel lonely يعني عشان أنا جديدة في المدرسة فبشعر بالعزلة. تعال نشوف كده جزء على الجزء اللي احنا قلناه. How space does Nahla speak? She is very slow. بطيئة جدا. يبقى هنا how a how fast. طبعا بنسأل عن السرعة هنا بفاست. How did you space when you listened to my story? How did you feel? كيف شعرت لما سمعت قصتي؟ I space I'd like to. I'd like to be a dentist. I'd like to. After I finish study, I hope I will find a good job.
A يبقى job، ما ينفعش نقول work لأن work قلنا لا تسبق ب A أو an لأنها uncountable noun. We are all proud of our Egyptian Olympic handball team. We are proud of لأن جاي وراها اسم. Now I am good at driving. I can drive alone يعني بمفردي، alone يعني بمفرده، لكن only يشعر. بالنسبة للباسج عندنا عندنا تيب سكريبت بستودنت بوك بيج 41 صفحة 41. Today عندنا نهلة بتتكلم. Today I am going to tell you about a bad thing that happened to me 3 months ago. أنا أخبرك عن حاجة سيئة حدثت لي منذ 3 أشهر. I have done gymnastics. أنا مارست رياضة الجمباز for about 10 years لمدة 10 سنوات. I train on Wednesdays يعني كنت بتدرب أيام الأربعاء and Saturdays والسبت every week. A few months ago ومنذ شهور قليلة my coach المدرب بتاعي asked if I wanted to enter my first competition يعني هل انت عايز تدخل في أول مسابقة. I was really excited كنت مبسوطة جدا and I practiced every day كنت بتدرب كل يوم for a month لمدة شهر. On the Thursdays before the competition أيام الثلاثاء أو في يوم الثلاثاء قبل المسابقة I was practicing at home كنت بتدرب في المنزل. When I fell لما سقط my leg really hurt so my mom took me to the hospital يعني ساقي كانت بتؤلمني لدرجة أن مامتي أخذتني على المستشفى. The doctor said I had a broken leg يعني أن رجلي مصابة. I was so sad كنت حزينة جدا and I cried and cried وبكيت وبكيت. I couldn't enter the competition ما قدرش يدخل المسابقة. I haven't been able to do gymnastics since then but I hope I can do it again soon ولكن أنا تمنيت أن أنا أمارسها مرة أخرى. I really miss gymnastics أنا فعلا افتقدت لعبة الجمباز بتاعتي. next year في العام التاني I will try to enter the competition again يعني هدخل المسابقة مرة تانية. بالنسبة عندنا برضو بيج 10 صفحة 100 في الورك بوك طارق اللي بتكلم my name is طارق أنا اسمي طارق. I was born in 2006 يعني 2006. I am the oldest child in my family يعني أنا أكبر ولد في عائلتي. My sister Dina was born in 2008 and my brother علي وأخوي علي was born in 2011 في 2011. So what exciting things have I done in my life يعني الحاجات المثيرة اللي أنا عملتها في حياتي. I have been to Jordan يعني أنا رحت الأردن. My family went on holiday there when I was 10 يعني عائلتي ذهبت في هناك في الأجازة لما كان عندي 10 سنوات. So in 2016 لذلك في عام 2016 I love handball أنا حبيت الهاندبول and started playing it when I was 12 وبدأت ألعبها وأنا عندي 12 سنة. I play for a team لعبت لصالح فريق and we have won a competition وفزنا بمسابقة. We won it in 2020 فزنا في عام 2020. That was amazing. ده كان شيء رائع. What amazing things have you done? الحاجات الرائعة اللي انت عملتها. بالنسبة هنا للreading student book page 42 جزء الريدنج القراءة. I was born in Cairo. أنا اتولدت في القاهرة. And I have lived there all my life. وعشت هناك مدة أو طول حياتي. When I was little لما كنت صغير I always loved to draw. كنت بحب أرسم and paint ولون. But I found reading and writing very difficult. ولكن وجدت القراءة والكتابة صعبة جدا. At school I didn't always understand the lessons and it was really hard. وكانت فعلا صعبة جدا. I thought I wasn't very clever. اعتقدت أن أنا مش كويس. Then my parents وبعد كده الوالدين and the school والمدرسة decided to take me for some tests يعني تجري لي امتحانات. They discovered اكتشفوا that I had dyslexia يعني عندي صعوبة في القراءة. This means وده بيعني it's difficult for my brain يعني صعب على مخي to read and spell ان انا اقرأ واستهجى. After that I got more help وجدت مساعدة ونلت المساعدة at school and I started to understand more وبدأت أفهم. When I took my exams لما أخذت امتحاناتي I got really good results يعني حصلت على نتائج كويسة. I was surprised كنت مندهش and happy وسعيد. Later يعني بعد ذلك I got a prize for my art يعني حصلت على
طبعا برايس جائزة في الفن. And then I decided I would like to be an artist. قررت أبقى فنان. One day في يوم من الأيام. Now I volunteer at a charity for other children with dyslexia and teach them about art. والوقت تطوعت إن أنا أساعد اللي عندهم صعوبة في القراءة وأعلمهم الفن. عندنا برضو في student book page 43 different families have lived in our house for over 200 years. I have lived here with my family since 2016. Before that, قبل ذلك طبعا في سرد احداث قصة ولفت ان كارو كنا بنعيش في القاهرة. My parents have changed some of the house. يعني الوالدين غيروا في بعض مع اشياء في المنزل. When we moved here, لما انتقلنا هناك. For example, my mom wanted to an wanted a new bathroom. يعني والدتي كانت عايزة حمام جديد أو دورة مياه جديدة. My grandfather or my grandmother جدتي has lived with us. كانت بتعيش معانا الجدة for 4 years لمدة 4 سنوات. It's a happy family home. يعني كان منزل سعيد. بالنسبة للورك بوك برضو معانا بيج 99. كريم has enjoyed windsurfing. كريم بيستمتع به اللي هو تزحلق على الماء. For about 2 years لمدة 2 عامين. He usually goes with his older brother. كان بروح مع أخوه الكبير. A few months ago ومنذ شهور قليلة. He decided to windsurf alone. إنه هو يكون بالتزحلق بمفرده. He didn't tell his brother this. لم يخبر أخيه. It was windy. كان الجو عاصف. But that's good if you want to windsurf. وطبعا ده كويس لو انت عايز تقوم برياضة اللي هو windsurf. In the afternoon the wind suddenly became very strong. يعني على الظاهرة كده الرياح كانت شديدة جدا. The wind took Kareem far from the beach. يعني الرياح أخلته بعيد عن الشاطئ. He was very scared. طبعا شعر بالخوف جدا. Some people in a boat came to help him. يعني في ناس كده في قارب جم يساعدوه. After that they took him back. يعني رجعوه مرة تانية to the beach للشاطئ. Kareem hasn't windsurfed alone. يعني لم يقوم ب رياضة اللي هو ركوب الموج الون لمفرده since that time منذ ذلك الوقت. Now he always went to service with an older person. يعني بيقوم بهذه الرياضة مع شخص أكبر. He has learned an important lesson. اتعلم درس هام. برضو معانا في ورك بوك بيج 100 events in Jody's life. يعني أحداث في حياة جودي. I was born in Manchester in England. يعني أنا تولدت في مدينة مانشستر في إنجلترا. When I was a baby لما كنت طفلة. My parents moved to Egypt. يتنتقلوا إلى مصر. Before I started school I learned to speak Arabic. اتعلمت أتكلم عربي. When I started preparatory school لما بدأت المرحلة الإعدادية. Nobody knew that I was English. ما حدش يعرف إن أنا إنجليزية. After my 13th birthday يعني عيد ميلادي 13. I went to England. رجعت أو ذهبت إلى إنجلترا. And visited my cousins. وزرت أولاد عمي who still live there. اللي ما زالوا بيعيشوا هناك. Last year they come to visit me. يعني العام الماضي جم يزورونا. In Egypt في مصر. They love it here. They love it here. يعني حبوها هنا. بالنسبة لـ exercises on lesson 4 and 5 and 6 exercises on lessons 5 and 6 number 1 choose the correct answer from A, B, C or D. Sally hurt her leg. Sally أصيبت في قدمها while she was doing وهي بتعمل إيه وبتقوم بجيمناستكس اللي هي رياضة الجمباز. يبقى جيمناستكس رياضة الجمباز. Scientists often space new and exciting things about space. طبعا اكتشف يعني discover لأن الحاجة موجودة بس هم اكتشفوها. This boy needs to read and write more because he suffers from dyslexia. طبعا ده عايز الطفل ده يتعلم يقرأ ويكتب لأنه بيعاني من صعوبة في القراءة. My grandfather has spaced many things in his life. I am very proud of him. طبعا هنا حقق أو أنجز أشياء عظيمة في حياته. طبعا هنا achieved. Read and correct the underlined words. My brother has a space. He has problems with reading. طبعا هنا dyslexia قلنا يعني مشكلة القراءة والكتابة. D-Y-S-L-E-X-I-A dyslexia اللي هي صعوبة في القراءة والكتابة.
I do mathematics every week. I want to have a strong body. طبعا هنا I do gymnastics. gymnastics اللي هي رياضة الجمباز. gymnastics. There is a lot of wind today. You can enjoy wind surfing اللي هو ركوب الموج. wind surfing. My father has received many goals in his life. I'm proud. طبعا هنا my father has achieved يعني أنجز. I took a math exam. It's a good reason. طبعا هنا I took a math exam. It's a good result. I took a math exam يعني أنا خدت امتحان رياضيات. It's a good reason. Reason طبعا result يعني نتيجة. Actually the correct answer it's windy today we can windy surf on the windy surf اللي هي رياضة الموج. I will do my best to achieve my goals in life أنجز أو أحقق أهدافي في الحياة. Tamer is standing in the garden alone. Alone يعني إيه بمفرده. The bamboo has made two space hole in the ground. The bomb يعني القنبلة. The bomb has made a space hole in the ground. A huge hole يعني حفرة ضخمة. What sport are you playing these days? نهى طبعا هنا What sport are you doing؟ يمارس رياضة اسمها do a sport. How fast do you speak English هدى؟ I am very slow in speaking English. طبعا هنا how fast يعني كم سرعتك. We have just had the space of our thesis and we all did well. We have just had the results in النتائج. غادة has got good exam results and she's base happy and she feels تشعر بالسعادة. Space means that someone finds it difficult to read or write. طبعا هنا dyslexia. حاتم is best to help elderly in the nearby charity home. طبعا هنا حاتم volunteered يعني تطوع. Read and correct the underline words. My sister has difficulty in reading. We invited that she has dyslexia. We discovered يعني اكتشفنا that she has dyslexia. Discovered يعني اكتشفت. We discovered. To be fit, you should make a sport. طبعا هنا اسمها do a sport. I discovered to help students who have dyslexia. I offered. يعني عرضت. I offered to. أو I volunteered. يعني تطوعت. I volunteered to help students who have dyslexia. بعد كده عندنا عن exercises عن language. Function. Complete the following dialogue. Rami is asking Dina about a story she has just read. Rami بيسأل دينا عن قصة لسه قرأها حالا. What have you read recently, Dina? القصة اللي انت قرأتها حالا قلت له حاجة called Oliver Twist. ممكن نقول a story called. A story يعني ايه؟ قصة. A story called Oliver Twist. Space. He is the main character. طبعا هنحذف فيه ليه is he the main character اللي هو الشخصية الرئيسية. Is he the main character in the story هل هو الشخصية الرئيسية في الستوري القصة. طبعا قلت له yes he is the main character in the story. Space. It tells about a poor boy who was in trouble. يبقى what is it about يعني هي عن مين او هي عن ايه. What is it about يعني هي عن ايه. What is it about طبعا قلت له it tells هي بتتكلم عن about a poor boy who was انت ممكن اقول what is it about او ممكن اقول what does it tell us what من نفس الجملة. What does it tell? What does it tell? يعني بتخبرنا عن إيه. How did you feel about that story? بتقرأ يعني كيف تشعري عن تقولي إيه أو كيف هو شعورك عن هذه القصة. I am very يعني أنا I am very exciting.
I'm very excited يعني أنا متحمسة ليها جدا. Could you lend me this story? Of course. ممكن أقول أوكي، ممكن أقول قلت أوكي فقط صح، أوكي، أو ممكن أقول sure، أو ممكن أقول of course. بعد كده write what would you say in each of the following situations في المواقف. You tell your brother what has happened to you on your way from school. بتخبر صديقك أو أخوك اللي حصل لك وأنت في طريقك للمدرسة. طبعا هنا ممكن أوصف له أي شيء، أقول I fell down، أنا سقطت، I fell down on my way to school، أنا سقطت كده، I fell down on my way to school، يعني حاجة حصلت لك وانت في رايح المدرسة. You tell your friend about an important thing you have achieved in your life. بتخبر صديقك عن إنجاز هام انت حققته في حياتك. ممكن تقول I won a medal، يعني أنا فزت مثلا بميدال. I won a medal in art، في الفنية. Your friend asks you where you have learned karate، يعني انت اتعلمت karate فين، تقول له ايه؟ I learned karate at، اي فريق مثلا، at the club، انا اتعلمت الكاراتيه ده في النادي. بعد كده بقول لنا excel yourself، يعني كده عندنا اسئلة للمتفوقين. How long ago space عمر my، طبعا ago يبقى الفعل ماضي يبقى did. I have studied English for years. This means I study English now. طبعا I have studied English for years يعني بتعلمه من سنوات، معناه أنا ما زلت بتعلمه. I study English now. I space tennis for a really long time. Now I love it. والآن أنا بحبه. طبعا هنا I didn't like، أنا ما كنتش بحبه لفترة، ولكن الآن أنا بحبه، يبقى جملة مثبتة والتانية يكون إيه؟ منفية. في برضو عندنا أسئلة رايت للمتفوقين في اليونت ده. Judy traveled to Aswan a year ago. She is still there. طبعا Judy has gone to Aswan. Has gone معناه ذهب ولم يعد. This is the first time I have ever seen a lion. I have never seen a lion before. أنا لم أرى أسد من قبل. طبعا never before. ومن هنا وصلنا لنهاية الدرس الخامس والسادس. وانتظرونا إن شاء الله مع تست اليونت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.